معنا على الهاتف من تعز الدكتور صادق الشجاع، طبيب في المستشفى الميداني في تعز. دكتور، بداية كيف تبدو الأوضاع في المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعيش مأساة، نقول بكل معنى الكلمة، هي مأساة إنسانية تقصف ليلا ونهارا بكل أنواع الأسلحة. رائحة الموت تفوق في هذه المدينة الأبية، يقتل كل يوم النساء والأطفال بدم بارد. تعيش مأساة. طيب دكتور، هل لا تزال الاشتباكات متواصلة اليوم إلى هذه اللحظة بالتحديد؟ إلى هذه اللحظة، إلى اليوم الثالث على التوالي، وخلال 72 ساعة تقريبا، لا زالت هنالك قصف عنيف، وخاصة في المداخل الغربية لمدينة تعز، في منطقة بير باشا ومنطقة الحصب ومنطقة المرور ومنطقة المسبح وشارع جمال. هذه الأحياء تقصف ليلا ونهارا. طيب، ما عدد الجرحى والقتلى الذين وصلوا اليوم إلى المستشفى الميداني في تعز؟ حقيقة نقول خلال 72 ساعة الماضية تقريبا إلى الآن، أكثر من 23 شهيد، بينهم إمرأتين، بينهم 3 أطفال، وأكثر من 120 جريح إلى الآن، كلهم بالطلق الناري المباشر واستخدام قذائف المدفعية وقذائف الدبابات، ويصاب كثير من الأشخاص بتشوهات شديدة، يصلوا بعدها إلى المستشفيات التي تمت يقمعها مسبقا مع المستشفى الميداني. طيب، الطلق الناري المباشر، يعني هل يستهدفون بشكل مباشر كطبيب؟ هل هذا ما تستنتجه من خلال الإصابات؟ بالأمس كان هنالك طبيب يخرج من مستشفى الذي يعمل فيه، وإذا بقذيفة تأتي مباشرة من موقع عسكري داخل المدينة، وتأتي إلى هذا الطبيب ويتوفى مباشرة وينقل على إثره إلى المستشفى، وهنالك بجواره عدد كبير أيضا من المواطنين أصيبوا بإصابات مباشرة، إصابات بشعة. قبل أمس عمره 8 سنوات، يفصل رأسه عن جسده، واسمه بلال. هؤلاء نحس أنهم في ذمة أولياء أمرنا الذين يقتلون هؤلاء الأطفال وهؤلاء النسوة. إلى الآن في تعز أكثر من 9 نساء خلال شهر ونصف تقريبا قتلنا في هذه المسيرات، ومنها الحادثة الشهيرة في مصلى النساء في يوم 11/11 الجمعة. طيب، كيف هو الوضع داخل المستشفى الميداني؟ هل لديكم نواقص في بعض النواحي؟ حقيقة نحن نعيش كما تعيش المدينة، نعيش أيضا وضع مأساوي. نحن نستقبل اليوم عوضا بحكم أن المستشفيات الحكومية هي لا تستقبل شيء، مستشفيات الحكومة هي سكنات عسكرية للحرس الجمهوري والأمن المركزي، وتبقى المستشفى الميداني الآن يستقبل كل الحالات. بالأمس لوحده استقبل المستشفى الميداني أكثر من 60 حالة، ونقول هنالك نقص كثير. بالأمس والله أن نفذت محاليل التغذية، نسميها المغذيات أو النورمال سلين، في المستشفى الميداني نفذت عصرا، وتواصلنا مع أكثر من جهة، والحمد لله رب العالمين حاولوا أن يدعموا المستشفى الميداني بمثل هذه الأشياء. نحن في المستشفى الميداني نفتقد سيارة الإسعاف. بالأمس كانت هنالك جثث كثيرة للشباب الملقية على الشوارع، ظلت حتى تعفنت، لم نستطع أن نوصلها إلى المستشفى الميداني. هنالك كثير من الجرحى توفوا وهم ينزفون. طيب دكتور صادق، يعني من هي الجهات التي تمد المستشفى الميداني بما يعاني منه من نواقص؟ والله نقول نحن بتكاتف كثير من الخيرين وفاعلي الخير وبعض المنظمات الإنسانية، وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي وأطباء بلا حدود. هؤلاء هم الداعمين الرئيسيين للمستشفى الميداني. حتى أما دولتنا وأما مستشفياتنا الحكومية وأما مكاتب الصحة في هذه المديريات، فهم عونا للقتل وليسوا عونا لمدى هؤلاء الناس في الحياة. شكرا لك الدكتور صادق الشجاع، طبيب في المستشفى الميداني في تعز. خفضت فرنسا عدد العاملين في سفارتها